بهذه الآلة المتواضعة والتي تعمل يدوياً تعيل شازية نفسها وأطفالها الثلاثة. تقول شازية إن زوجها قتل قبل 3 سنوات ولا يوجد معيل لها ولأولادها، وقامت باستئجار هذا المنزل على قمة جبل لأجرته القليلة. اليوم أول أيام العيد، زوجي قتل وأطفالي كانوا يتوقعون مني أن أشتري لهم ملابس جديدة وألعاب، لكن خابت توقعاتهم. لدي دخل قليل من عمل الخياطة، لا أستطيع شراء هذه الأشياء لهم. أكبر أطفال شازية هي بنت تبلغ من العمر 6 سنوات، قضت عمرها الروتيني في هذا المنزل وفي هذه الأرجوحة البسيطة. تقول إنها تذهب إلى المدرسة بصعوبة بالغة. اليوم عيد، أريد ألعاباً لأن أبي غير موجود وأمي لا تشتري لي. أفغانستان بلد الأرامل والأيتام والمعاقين، والأدهى والأمر أنه لا توجد جهات تحتويهم وتقدم لهم المساعدات البشرية التي يحتاجونها في وقت توقفت المساعدات الأجنبية للبلاد. هذه العائلة غيض من فيض، فقد خلفت الحروب المستمرة في أفغانستان مآس لا تعد ولا تحصى. في وقت يحتفل المسلمون بفرحة العيد، تتجرع هذه الأسر المعوزة مرارة الفقر والحاجة على أمل إغاثتهم عاجلا. عبد الناذر، العربية، كابول. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.